السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف المدارس في العراق، إذ اشتكى أهالي حي التأميم في محافظة المثنى من الإهمال الحكومي للمدارس في حيهم، حيث تم إغلاق إحدى المدارس بذريعة أنها آيلة للسقوط، وتم نقل التلاميذ إلى مدارس كرفانية تفتقر لأبسط الخدمات. وعلى مدى 15 عاما لم يتم إعادة تأهيل المدرسة وسط تفاقم معاناة الأسر مع الحال المزري للمدارس الكرفانية وغياب أنظمة السلامة فيها. دعونا نشاهد. طبعا احنا منطقة حي التأميم احنا نعاني من المدرسة، هاي المدرسة صار لها 15 سنة ما حد يعني سأل عنها. بالنسبة مشروعها على الوزارة، على وزارة التربية، وصار لها 15 سنه. هسه منو اللي يراجع لنا؟ مثلا اريد محافظ، مثلا من الاخوه النواب، واحد راجعنا بالوزاره. تأمين كل مدرسه ماكو، يعني لو 100 سنه تبقى ما حد يبنيها. عندنا كرفانات، بس الكرفانات تعرضت، ابنائنا تعرضت الى مطره من مطره الدنيا، تعرضوا الى صف كامل النتل، صف كامل النتل. نعم عرفت؟ وصار حريق. نعم لان يعني هو كرفان سندويج، هذا سريع الاشتعال. زين انتم الدفاع السلامه، الدفاع المدني وينكم؟ يعني هل يجوز يعني بناء كرفانات سندويج سريع الاشتعال؟ ما يصير. فاحنا نطالب ببناء مدرسه. اثنين بالنسبه للموازنه، الموازنه قرت وتخصيصات موجوده والحمد لله والشكر. ادري يعني هسه بالنسبه ما شافي لا مدير تربيه سعد لا محافظه، وبالنسبه احنا منطقه حي تميم بقلب المحافظة، يا رب مثلا قرى أو نواحي بعيدة حتى تقول ما يخالف، بس احنا بقلب المحافظة، يعني بقت مكب للنفايات ومأول الكلاب السائبة، هاي المدرسة نفلشها. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة هاي المدرسة الخلفي، هاي المدرسة أصلا البناء حديث، يعني البناء الألفين، بناء الألفين وبناء حديث، يعني مو آيل للسقوط. انكتب عليها آيل للسقوط صفقة مال مقاولين أو غيرها، ما ندري على أساس شو يصير. أحدى المدارس الصب هاي الكونكريتية جاهزة تنبني، انبنى الأساس مالتها اللي هو هذا الحصيرة اللي خلفي، وشالوا المدرسة لكرفانات، وكرفانات متهالكة يعني بالصيف متأذين من وراء الطلاب. أحد الطلبة صعد على الرحلة ضربت المروحة خياطات وعينه، سووا الحل الجذري شالوا المراوح، هاي بالصيف صار طلاب متهالكه من وراها، وبالشتاء هاي جايك الشتاء والامطار والكهرباء ويومية حريق. زين بالنسبه توجهها للتربيه، لمستشار السوداني قبل فتره 4 أشهر، ووعدنا الرجال بخير، بس هي هاي منطقه حي التأميم ما ادري منطقه من كوبا بيها شيء، اي جي يتطرق لها على الماشي وماكو حل. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا مع نفس الموضوع، إذ ذكرت مراصد حقوقية أن المؤسسات التعليمية في العراق لا سيما المدارس تتعرض لخراب واسع بسبب الفساد والإهمال الحكوميين. وأضافت المراصد أن معظم المدارس الموجودة حاليا في العراق تفتقد إلى الحد الأدنى من أساسيات البيئة التعليمية الملائمة للتلاميذ والطلبة. في ذات السياق وخصوصا في محافظة القادسية، حيث تحدث أحد المواطنين عن امتناع الأهالي من إرسال أبنائهم إلى مدرسة الحضارة الابتدائية الكرفانية لافتقارها إلى الخدمات الأساسية. دعونا نشاهد. مدرسة الحضارة اليوم الثاني على التوالي مغلقة، ولم نجد شخص يجي ويوصل هاي المدرسة ومعاناتها. أهالي المنطقة من عوبناهم لكون المدرسة كرفانات وما تصلح، يعني واقعة وصحياتها تعبانة، وعندنا صور ما نقدر ندخل المدرسة. فهذا البناء من حد 2012 لحد الآن لا جاء واحد وصلها. سيد عقيل اريد توصل كلامنا، طلاب ما يقارب 300 طالب بيها، وعلى حد الآن صار يوم ثاني على التوالي
دوام ماكو بالمدرسة، طلابنا صار اليوم الثاني على التوالي، عدم أي واحد يوصل هاي المدرسة. لا نزال ضمن الموضوع الأول مشاهدينا الكرام، إذ تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس ويقدر بنحو 9000 مدرسة. وتفيد أرقام وزارة التربية والتعليم في العراق أن عدد المباني المدرسية العاملة حاليا هو 16800. ومع هذا النقص الكبير في أعداد المدارس، طالب عدد من سكان إحدى المناطق في قضاء الشطرة بمحافظة ذقار، طالبوا بجعل متوسطة الأنصار للبنين التي أنشئت حديثا مدرسة لطلبة المتوسطة والابتدائية معا من خلال نظام الدوام المزدوج، وذلك لعدم وجود مدرسة ابتدائية بالقرب منهم واضطرار التلاميذ للسير لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات من أجل الوصول لأقرب مدرسة ابتدائية، كما لوحوا بخطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. لنشاهد. عليكم رسالة المدير تربية الشطرة أستاذ كاظم والمدير تربية ذيقار. هاي المدرسة كملت مليارات، متوسطة الأنصار للبنين، هل يعقل مدرسة مخلينها بس المتوسطة والابتدائية أطفال صغار تمشي مسافة كيلوين ونص 3 كيلوات؟ هاي رسالة لك مدير التربية، حولها سويها دوام مشترك متوسطة وابتدائية. هاي مطالب المنطقة ومطلب عام مو خاص، يردونها قبل لا يصير مطر وطين والأطفال تروح كيلوين ونص، مدري واحد ينخطف، مدري واحد يروح، مدري واحد يطيح بالشط ما حد يدربيه. رسالة إليك تربية الشطرة، نضرب قضية هاي المدرسة محاولينها بس متوسطة، حولوها ابتدائية، سووها 3 دوامات. يعني معقولة ملايين مخليها دوام واحد؟ وشنو ذنب هاي الناس تروح 3 كيلوات بالدبات يا سيد ونان وقرب المنتزه مال الامير؟ انت محتاجه بعد سولف والله. هي يعني ابو احنا نعرف القضيه، يعني شنو مثل شادين وياني يعني، ان شاء الله توصل يعني الرساله. ليش احنا هاي العالم والله العظيم اطفال عندنا اطفال يعني تكسر خاطر. زين كم طالب؟ كم طالب؟ لا مناشده. كم طالب؟ كم طالب؟ بال 700 والله. زين لا مو 600 700، بنات وولد يعني يروحون بال3 كيلوات المدرسه النخيله. احنا شنو ذنبنا؟ احنا ذنبنا شنو ذنبنا؟ والظاهر الحكومه احنا هسه ما تاخذنا لا جبنا تيارات ولا حرقنا تيارات، كلها سلمي كلها سلمي. زين هسه احنا مناشده مره ثانيه، الله شاهد نسدها، سد هاي العالم كلها سدها. زين الله شاهد تنسد، ما مستفادين. نتابع الآن ونستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد حسان يقول: والله العظيم أطفال بعمر 6 سنين يروحون 3 كيلو مسافة بعيدة ومتحملين خطورة السيارات بالحر والبرد، شلون تخطيط؟ ما أدري يعني شنو فائدة المنطقة من المدرسة إذا ابتدائية ماكو، يعني مطلب عيب نحكي به والله العظيم. لدينا تعليق من سيد علي يقول: احنا سكنت حي سيدة زينب قرب كلية الطب البيطري، المدرسة الحكومية ماكو او مدرسة حكومية ماكو يمنا بالمنطقة، واحنا بحاجة للمدرسة. علاء عباس يقول: وينها تربية؟ وين التربية؟ وين المدير العام مدير عام التربية؟ خليجي ويشوف المدارس. مدرسة المثنى بن حارث الشيباني مهجورة عبارة عن انقاض. وكاظم يقول: وإذا أكو مدرسة هي الكتب وينها؟ هكذا يتساءل كاظم. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طبعا قال عدد من المراقبين أن أزمة الكهرباء في العراق لن تنتهي إذا لم تشخص الحكومة العوامل المسببة للأزمة نفسها. وأضافوا أن أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة، بل هي ممتدة منذ عام 2003، حيث لم يتم حل المشكلة بسبب سوء إدارة الملف وعدم وجود إجراءات حكومية حاسمة في تصحيح أوضاع هذا الملف. وشددوا على أن هدر المليارات من أجل زيادة الإنتاج لن ينجح في استيعاب تنامي الطلب على الكهرباء. إلى جانب ذلك، اشتكى سكان حي أم البنين في محافظة بابل من انقطاع التيار الكهربائي منذ 4 أيام بسبب سوء التخطيط الحكومي، حيث عمدت الحكومة
على توزيع الكهرباء ل 160 بيتا واعتمدت على محولة كهربائية واحدة. وبعد سعي الأهالي ودفع أموال من جيبهم الخاص لجلب ما يلزم من محولات وأعمدة، باتوا يعانون من التلكؤ في أعمال التركيب والصيانة المطلوبة، ولم يتم إنجاز شيء يذكر، ولا يتم إنجاز أي شيء أيضا إلا بدفع الأموال. دعونا نشاهد. حي أم البنين، إحنا ما عدنا كهرباء صار 4 أيام، والناشد المحافظ 160 بيت تأذينا، ووين ما نروح وهاي الأوراق مال الكهرباء، كل شهر بشهرين قاعد ندفع وننطي فلوس مال الكهرباء، وماكو لا تيول ولا كهرباء وأبد، وما هذا الفرع يعني خلاص ما حد جاء، وخلف الله على الله وعلى المختار يركض ويانا أبو حسين، يركض ويانا وما حد إجا ويانا غير بس المختار يركض ويانا. محولات جبناهن أنا المختار صار لنا سنة نركض بهن، جبناهن بالك يمي الطهن المقاول، المقاول من الطهن المقاول اللي حصوا علينا، الرمل علينا، السبيد علينا، الكروة علينا، الأكل علينا، عمي رضينا هم ما يخالف. صار شهر محاولة واحدة 160 بيت، 160 بيت المحاولة كسا عطيك نظل بدون كهرباء. أكو مشروع مقاولة، مقاولة شلنا نص المقاولة إحنا عمي. لا دفعت فلوس؟ دفعنا فلوس نعم، شلنا وياهم بس نريد نخلص من هاي إن شاء الله. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أحد الناشطين من محافظة البصرة تحدث عن حاجة الأهالي في منطقة النعيسة في قضاء شط العرب إلى شبكة كهربائية جديدة، حيث أن المنطقة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب رداءة الأسلاك المستخدمة في منظومة الكهرباء. إلى جانب ذلك تفتقر المنطقة لأعمدة الإنارة ما تسبب بالكثير من الحوادث. لنشاهد. من قضاء شط العرب منطقة النعيسة، إخواني الأعزاء، يعني بشرفكم شوفوا هاي الأسلاك الضغط العالي، عليكم السلام، اللي هي الـ11 مو؟ خط الـ11 حاطينه سلك عادي مو سلك حسن؟ سلك عادي وبدون ستيل، بدون ستيل، هذا واير ستيل داخل وجاي ينقطع دائما مو؟ خط 11 دائما هذا ينقطع، ينقطع ويوقع بالأرض ويصير حرائق هنا وجاي تتأذى العالم، بين عمود كهرباء، بين عمود كهرباء تقريبا 55 متر. زين هذا من يا سنة مسوينا هاي الشبكة؟ من 2008 2006 تقريبا، السرعة هيك من 2006 تقريبا. هذا مشروع صيانة احنا سويناه على حسابنا الله شاهد. ها يعني مو الدولة؟ لا لا الله شاهد سوينا على حسابنا، احنا جبناه طولنا المواد وسوينا على حسابنا الصبابة. دائرة الكهرباء وين دوركم؟ هذا جانب، الجانب الثاني هاي المنطقة تعاني من الظلام، ما بيها مصباح واحد للإنارة، يعني إخوان العالم جايته حوادث، شوفوا هاي عبارة عن أفرع وظلمة بالليل وحوادث قوية، ماتت عالم وزهقت أرواح، إخوان شو يصير لو تكون إنارة لمنطقة النعيسة؟ إنارة تراكيب يعني ضوئية، مصابيح، قلوبات، يا إخوان اهتموا بالناس، رحم الله والديكم، نزلوا للميدان، بدلوا هاي شبكة الكهرباء، بدلوا هذا خط الـ11. هاي رسالة إلى وزير الكهرباء، إلى مديرية توزيع الكهرباء في محافظة البصرة، إلى مسؤولي الكهرباء في قضاء شط العرب، ونريد إنارة لمنطقة النعيسة، يعني هاي مو يعني فت قضية معضلة، الإنارة موجودة في مخازن وزارة الكهرباء، وزودوا المنطقة حفاظا لأرواح الناس وأيضا تظهر جمالية المنطقة. إخوان أرجوكم نريد خدمة، نريد عمل صحيح ميداني، متابعة حوائج الناس، ترى ما حد يفيدكم غير خدمة ناسكم وهلكم. مشاهدينا الكرام، نستعرض بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع. مرتضى يقول: تعال شوف ربط إنارة شارع العام بالتنومة، يربط واير خارجي على العمود من ينزل على عمود الكهرباء. طيب لدينا الأنباري يقول: هاي إنجازات الحكومات المتعاقبة. تعليق من هاني يقول: كهرباء تعبانة، تخابر الكهرباء يقول لك هسه أجي وما يجي. وضمن التعليقات أيضا من كريم قاسم يقول: السبب واضح، هو الفساد في وزارة الكهرباء الفاشلة. نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أستاذ محمد، نقدم سورة الفاتحة لأرواح الشهداء الأبطال في غزة جريحة، ونتمنى من المجاهدين الصامدين
المقاومين الثبات والصمود للدفاع عن غزة والضفة حتى لا يتحقق الهدف الإسرائيلي والأمريكي بتهجير أهل غزة. وبنفس الوقت احنا كشعوب عربية نعتب على حكامنا العرب لأنه الإدانة مالتهم ما ترتقي للمستوى الجريمة اللي تطال الأبرياء العزل من أهالي غزة. ويعني الصراحة كأنما يعني متعاونين متواطئين ويا الإسرائيلي مع كل الأسف، يعني هذا صراحة صدمة إنا. فنتمنى من الله أن ينصر المجاهدين بغزة وكل الأراضي المسلوبة من وطننا العربي. أما موضوعنا بالنسبة للعراق فصراحة يا أستاذ محمد أشوف الأسلوب مختلف بالعراق، لأن بالعراق وفلسطين يعني اليوم الفلسطيني جاي يعاني من الاعتداء الإسرائيلي، وإحنا هنا كشعب نعاني من الاعتداء من قبل الحكومة على حقوق الشعب العراقي. يعني اليوم الخدمات كل القطاعات ما متوفرة، أبسط شيء المدارس، وإحنا يعني أنا قايلها أكثر من مرة بأنه هاي الحكومات المتعاقبة تشتغل على تجهيل الشعب العراقي. يعني أنت شايف يا أستاذ محمد، يعني بداية العام الدراسي، بداية العام الدراسي يبدأ بناية المدارس، يبدأ ترميم المدارس. أنت هاي العطلة الصيفية شو تسوي؟ أنت إذا كان يعني فعلا أنت قلبك يحترق على الطالب، وين كنت أنت؟ ليش هيجي؟ فيا أخي هم جاي يشجعون المدارس الأهلية وجاي يعني يعرفون كل زين، لأن أكثر العراقيين هم طبقة فقيرة. فيقول لك هذا إذا ما يقدر يعني يوفر مستلزمات الأطفال وهذه، فنجبر أن يترك الدراسة، وهذا الحال. فما يعني أنا عندي سؤال انطرح صراحة من أحد المشاركين في حلقة سابقة، كان السيد أبو علي من الديوانية، قال إنه ليش ما ركزوا على الجوانب الداخلية للعراق؟ يعني اليوم ذني الجهات أو هذه الجهات اللي تصدر نفسها على أساس أنها الجهات المقاومة، الجهات اللي تعتبر هي صاحبة اليد البيضاء مثل ما يصفون نفسهم، وغيرها من هاي أحزاب الإطار التنسيقي وغيرها من هاي الأحزاب، إنه بدل ما أنتوا ما شاء الله نازلين تصريحات واستعراضات بالشوارع بسلاحكم، ليش ما قاومتوا المشاكل اللي يعاني منها العراق؟ عوفكم إذا أنتوا مو قدها في مقاومة الاحتلالات الحقيقية، وأنتوا أصلاً مو قدها في وصف نفسكم بالمقاومة، كان أثبتوا صدق نواياكم عن طريق معالجة المشاكل الداخلية. يعني لا عالجتوا مشاكل داخلية ولا عالجتوا مشاكل خارجية، لعدتوا شنو دوركم ووظيفتكم بالعراق؟ دورهم أستاذ محمد أنا أقول لك هو نهب وسلب خيرات ومقدرات الشعب العراقي. هذا دورهم. لأن أما يقدمون خدمات المواطن العراقي ويعبرون هذا البلد، هذا من السبب المستحيل، هذا مو ببالهم ولا يكون ببالهم أصلا. هم كل ما كل همهم هو العمل على نهب وسلب خيرات هذا البلد للجيل اللي هم مدعومون من قبلها. أما كبلد كشعب لا، هذا أبد ما مخلينا. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل وصلت الفكرة. نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي من بغداد إذا تسمعني أرجو من حضرتك تنص صوت التلفزيون على الأخير وتسمعني من الهاتف فقط. السيد أبو علي، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكرا. تحية لكل المقاومة الشريفة في فلسطين، تحية الكتائب القسام، والله هنا في العراق، نحيي البطولة والجهاد اللي يقوم منظمة حماس ضد الاحتلال. أو بس أريد أقول وين موقف الدول العربية؟ والله خزيتيونا يا أستاذ محمد، خزوا العالم. يعني تصور اليوم برلمان بيرلندا يعني
ندد بالاعمال الاسرائيل بالفلسطين والعرب ساكتين والله مخازي والله العظيم هم يعني هم نددوا واستنكروا. بس مثل ما قال ابو سيد عبد الرزاق من بابل، ما فائده بيانات الاستنكار والاستهجان من الدول العربيه اذا لم يكن هناك تدخل حقيقي لوقف الانتهاكات الصهيونيه على قطاع غزه وعلى المدنيين؟ استاذ محمد، لو ما ماخذ هذا رئيس وزراء اسرائيل الاوكي من الدول العربيه كان ما تجرأ بالعباره، لا احترف بدوله عربيه لا بدوله اسلاميه، استهتر بالقيم، استهتر بالاخلاق. ونشوف الفضائيات مع الاسف، هاي الدول وينكم؟ في والله شنو استنكار من فلان، شنو استنكار؟ صحيح. يعني اقوم بعمل، يعني انتم اكو دول مو عربيه يعني تساعد في حماس وانتم دول عربيه والله خزيتونا. طيب انا عندي سؤال، هذا على مستوى الحكومات ابو علي، يعني حتى العراق حكومه الاطار التنسيقي برئاسه الشيع السوداني هم نزلت ببيان استنكار وادانه، يعني ما اختلف موقفها من موقف بقيه الدول العربيه. لكن السؤال هو، احنا عندنا بالعراق جهات تحمل السلاح تطلق على نفسها فصائل المقاومه، وتم توجيه دعوه رسميه من كتائب القسام عن طريق قائد كتائب القسام بتسجيل صوتي، وقال لهم يا جماعة يلي تحملون السلاح بالعراق، يا فصائل المقاومة مثل ما تسمون نفسكم، تعالوا التحموا يانا. إيش عجب ذولا اللي بالعراق الحشد وكل هاي الفصائل اللي تنتمي وهاي الميليشيات، ليش ما راحوا يا أبو علي؟ استاذ محمد، اريد اقول لك وهاي للتاريخ يشهد. أيه؟ للتاريخ وقدام العالم يشهدون، وهذا لاول مره تطلع من عندي قدامكم بالفضائيه. نعم. جابوا اربعه شهداء من الجنوب وي حماس قاتله. ماكو هذا الكلام، ماكو هذا الكلام. لحظه، على كيفك، لا تتحمس. هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، ما ورد خبر واحد عن هذا اللي تفضلت به. انت من مصدرك؟ انا بالنسبه انا مصادر. تدري قيس الخزعلي ايش قال اول البارحه؟ تعرف حضرتك قيس الخزعلي ايش حكى؟ قال احنا منتظرين يطون الاوكي او يطلبون من عندنا حتى نروح نشارك وياهم، يعني معناها ما رايحين. استاذ هذا التدريب مال حماس، بس احنا مباشر وراء موت البشر. هذا التدريب اللي قاموا به منو دربهم؟ يا دوله دربتهم؟ يشهد عليه التاريخ. بس لحظه حتى لن انا سالتك سؤال واضح. هاي الفصائل، احنا ما راح اقول ميليشيات حتى لا تضوجون، هاي الفصائل. لا مو بس اسمح لي، بس على كيف، الحشد الشعبي، عوف بس لحظه، الحشد الشعبي اللي رفعوا شعار قادمون يا اقصى، تمام، اللي عد ايران اللي عندها فيلق القدس اسمه، وهاي الميليشيات وهاي الفصائل اليوم اللي تحمل السلاح اللي تقول احنا قضيتنا تحرير القدس، تحرير فلسطين. طيب يلا وينكم؟ ليش ما شفناهم راحوا بمقاتليهم الى غزه والى فلسطين للقتال مع المقاومه هناك؟ هذا سؤال واضح. يعطيهم مجال استاذ حمد، يعطيهم مجال. صدقت انت يعني من هو اللي مساعدات ما يخلون يطلبون مساعدات الفلسطين؟ ما يطلبون اسرائيل تدخل. حبيبي احنا ما بدنا نتكلم عن طرق دبلوماسيه، احنا بدنا نتكلم عن جهات تحمل سلاح، يعني تفهم لغه السلاح، يعني ما تفهم لغة الدبلوماسية وسمحوا لي وما سمحوا لي. إذا هم كانوا جادين وصادقين وما شاء الله حرروا العراق من خطر الإرهاب مثل ما يقولون، ليش ما راحوا إلى فلسطين؟ ليش ما لبوا نداء كتائب القسام اللي دعتهم؟ إيش عجب؟ سيد العزيز وعيني أستاذ محمد، هو أدري بالحكي شكل وبالقضايا السرية شكل، أكو شغلات ما حد يعرفها. تمام. إحنا ناس علينا بس الإعلام ما نعرف. أي أوكي، وإحنا ما دام علينا بس الإعلام أنا أشكرك، وإحنا ما دام علينا بس الإعلام، إذن الإعلام يقول أنه ذول الجماعة جماعة قادمون يا أقصى قاعدين ببغداد بالمنطقة الخضراء، تمام، دي يكتبون بالسوشيال ميديا بيانات استنكار واستهجان، ماشي، ولم يتخذوا موقفا حقيقيا يعبر او يعكس الشعارات اللي صدعوا رؤوس العراقيين والعرب بها. ما دام احنا لنا بس الاعلام، ما دام اللي تفضلت به هو بدها تقول انه احنا ما بدنا نعرف بالخفاء ايش موجود، خلاص احنا علينا بالواقع، الواقع والموجود امامنا اليوم. هذا العامري ببغداد يطلع بمؤتمر ويقول انه اذا تدخلت امريكا راح ندخل بالحرب. امريكا تدخلت ودا تدعم ودزت حامل الطائرات وغيرها، الجماعه قاعدين يستهجنون ويستنكرون، وتحولوا من مقاومه وشيوخ ومجاهدين الى نشطاء بالسوشيال ميديا. تمام. طيب خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع.
أكد خبراء اقتصاديون أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية يؤكد عدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على سعر الصرف، لأنه لم يتخذ قرارات فعلية حقيقية لمواجهة هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر طويلة. وأضاف الخبراء أن الحوالات السوداء مستمرة بشكل يومي وبكافة المدن العراقية وهي أساس الأزمة، والبنك المركزي عاجز تماما عن إيجاد أي حلول لهذه الحوالات بالرغم من تعاونه مع الجانب الأمريكي. ولهذا يتوقع أن الدولار سوف يواصل الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. طبعا في ذات السياق صب مواطن عراقي غضبه على حكومة الإطار التنسيقي برئاسة الشيع السوداني لعجزه عن ضبط أسعار الصرف الذي تتلاعب به الأحزاب، ما تسبب بأعباء اقتصادية كبيرة على المواطن العراقي. لنشاهد. الدولار ومعجزة الدولار وعجز الحكومة العراقية برئاسة محمد الشياع السوداني، هو وزراءه وجيشه وشرطته وكل مؤسسات الأمنية أمام السيطرة على الأحزاب اللي تهرب بالدولار. الدولار يطلع 132 ألف من المصرف، تستلم الأحزاب، تستلم المصارف الأهلية اللي تابعة للأحزاب، تستلمه تبيع 165 ألف حالياً. أنت يا موظف، أنت يا اللي عندك راتب اللي تستلم مليون مكيف راتبك بعد قندرة ما يجيب لك. ليش؟ عجز حكومة محمد الشياع السوداني أمام الأحزاب وأمام الميليشيات، والدولار دمر السوق، الدولار أشعل السوق نار، الدولار دمر الفقير، الدولار دمر عامل البلدية، الدولار دمر العسكري، الدولار دمر السوق، أشعل السوق نيران. ومحمد الشياع السوداني عاجز، هو وزارة الدفاع والداخلية وكل مؤسسات الأمنية، ما يقدر يسيطر على الأحزاب. طبعا الأحزاب هي دمار البلد، الأحزاب هي إشعال السوق، الأحزاب هي سبب تهريب الدولار، الأحزاب هي سبب صعود الدولار. ومحمد الشياع السوداني، أتحداك أمام أنظار الناس تقدر السيطر على الدولار، لأن أنت من ضمن الأحزاب وما تقدر تسيطر على الدولار. الدولار اليوم 165، باشر 200، عقبه مليون، الفقير انتهى بالكامل، ما يقدر يشتري رغيف الخبز. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تحدث أحد الناشطين عن واقعة حدثت له داخل مصرف بغداد الأهلي، حيث وصلت له حوالة بالدولار، وعندما ذهب إلى البنك لاستلامها امتنع من في البنك عن تسليمها له بالدولار، وأبلغوه أنه يمكن أن يستلم المبلغ بالدينار العراقي وفق السعر الرسمي وهو 132 دينارا لكل دولار، يعني 132 ألف لكل 100 دولار. واستغرب الناشط هذه التعليمات غير المدروسة التي يقع ضررها على المواطن، في حين تترك الحكومة التجار المتنفذين التابعين للأحزاب والذين يتلاعبون بأسعار الصرف واعتبارها مصدر دخل لهم. دعونا نستمع. عجيب، بلد يمشي بالمغلوب، يعوفون اللي تاجر بالعملة واللي يهرب العملة واللي يغل العملة واللي يصعد سعر العملة، يركضون ورا الناس اللي تمشي بالقانون. راح أسولف لكم قصة إخوان اليوم ويا مصرف بغداد الأهلي، واحد من المصارف العراقية وفروعه موجودة بكل العراق. أنا مسوي عندهم حساب بالدولار، أستلم بيه أرباح من اليوتيوب كل شهر 400 دولار 300 دولار، أجمعهن كل 4 أشهر 5 أشهر أروح أسحبهن. طبعاً التحويل يجي من الولايات المتحدة الأمريكية، شركة يوتيوب، يجي إلى البنك المركزي بالدولار، يوصل إلى مصرف بغداد بالدولار، رسالة تجيني من مصرف بغداد إنه نزلت حوالة باسمك بالدولار. فرحت قبل 4 أيام لمصرف بغداد في بغداد الفرع الرئيسي ومحافظة المثنى، رحت أرد أروح السلم، قال لي والله نعتذر أستاذ ما نقدر نعطيك دولار. قال ليش؟ قال والله تعليمات من البنك المركزي. زين إيش تعطيني خويا مكان الدولار؟ قال أعطيك بالدينار العراقي. قلت له
شلون ايش قد يعني؟ قال انطيك على السعر الرسمي 132 الف لكل 100 دولار. قلت له زين اذا اريد اشتري دولار؟ قال والله ما عندنا. زين مين اشتري؟ قال برا. قلت له بيش؟ قال 155. زين اني جايني دولار وانتم تقرون انه اكو دولار جايك وحسابي بالدولار، ليش تطوني بالدينار العراقي و132؟ هاي التعليمات ليش؟ شنو الغاية من عدها؟ هذا الفرق وين يروح؟ أنا شنو علاقتي كمواطن؟ الحوالة جاية بالدولار تطيني اياها بالدينار ليش؟ ومن أريد دولار تقول لي ما عندي، ومن أروح أشتري من السوق تبيع لي 155. أنا شنو ذنبي؟ زين أنا مهرب دولار أردفتهم، غير أنا مدخل دولار، غير تطيني دولار، على أي أساس تتعامل وياي بالدينار؟ فهذه التعليمات على منو؟ زين أنتم إذا ما تقدرون للمضاربين وللسوق، ليش تركضون وراء الناس اللي تدخل رسمي؟ يعني داخل عن طريق البنك المركزي، حوالة حوالة أخوان، يعني صوروا صوروا صوروا، أني طالب سيارة جكسارة موديل 23 تجيني دراجة، هاي شنو؟ واحد خلي يطلع يجاوبني. تعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول كل رواتب القطاع الخاص تتحول من شركاتهم بالدولار، والمكاتب والبنوك العراقية تنطيها بالعراقي على 1320، والموظفين ساكتين خوفا على رزقهم. تعليق من قاسم يقول سعر الصرف الرسمي ما هي إلا مؤامرة تحاك ضد الشعب في خدمة الأحزاب والمتنفذين بعلم الدولة بوضح النهار في خدمة العصابات وسارقي الشعب، إلى متى هذا التصرف التآمري؟ بسام يقول لا توجد أي حلول والمتضرر الوحيد هو الكاسب. وتعليق لدينا من سجاد يقول كل الشركات مستفادة من هذا الوضع بس الفقير طايح بها. نستمع لرأي السيدة أم علي من بغداد، تفضلي يا أم علي حياك الله. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحياتنا لقناة الرافدين. كل الهلا يا أم علي. أستاذ محمد لو تسمح لي عندي مناشدة ما يخص المدارس. أستاذ محمد. نعم تفضلي. أستاذ محمد عندي مناشدة إلى مديرية تربية الكرخ الأولى. نعم. والسيد مدير تربية الكرخ الأولى. أطلب من السيد مدير تربية الكرخ الأولى العدالة في تكليف المدرسات والمدرسين. يعني المدرسة أو المدرس اللي طلع له تكليف بالعام الماضي أما يطلع بهذا العام. وإنما تكون عدالة في تكليف المدرسات. يعني بحجة يكلفون كل مدرس يكلفوه كل سنة بحجة آخر مباشرة أو حجة العمر. أطلب من السيد مدير تربية الكرخ الأولى أن تكون عدالة، يعني المدرسة اللي طلع لها العام تكليف السنة يطلع غير مدرسة. ليش نفس المدرسة يطلع لها تكليف؟ أريد العدالة في هذا الموضوع. نعم. ولكم جزيل الشكر. شكرا جزيلا سيدة أم علي من بغداد، أنا أشكر حضرتك، إن شاء الله تصل هذه الرسالة. دعونا نكمل مشاهدين الكرام ما لدينا، ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالمشاريع المتلكئة. يعد العراق من أكثر الدول فسادا على المستوى العالمي، وذلك بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ لا يزال العراقيون يشكون سوء تنفيذ المشاريع الخدمية. أحد الناشطين من محافظة ذي قار اشتكى من تلكؤ الشركة المنفذة لأعمال تأهيل شارع سومر في مدينة الناصرية، فمنذ 8 أشهر يتم العمل على تأهيل الرصيف بين الشارعين وأعمدة الإنارة، وإلى الآن لم يتم إعادة العمل في أجزاء منه من جديد بسبب سوء التخطيط الهندسي للمشروع. دعونا نشاهد. هذا شارع سومر، هذا منضرب بالمثل من العمار محافظة ذي قار. هذا شارع سومر، يا ما حافرين يا ما رادين، ها شوفوا ذاك يوم صبوها سجع فلشوها. شارع سومر جابوا عمار جدد،
فرساله لهيئه النزاهه هذه والرقابه الماليه شوفون القضيه ما شاء سومر، يعني شبك تاثير جسر وسطيه واناره ساكن بيها 8 شهور، يعني شنو الاهمال شنو الفساد قاعد يصير مع وادي قار؟ هاي صبه فلشوها، هاي صبه ذاك يوم صبوها قبل شهرين هسه رجع فلشوها، والله شنو جابوا الغطاء الكونكريت مخلوه قال لك ما اجى عليه، وهاي النتائج يعني العلم قاعد يصير مع وادي قار وفساد ومال منظم، وهذا مو يجيك واحد يقول لك انت تجيب لك انت طلع من عندك يتالف، لا هاي صوره صوت شارع سومر هذا خير دليل على الفساد مشاري مع وادي قار، لا مقام يطلع، لا دار مستفيد الكهرباء والبلديه، لا محافظ يطلع، لا هيئه النزاهه تحقق، لا ديوان رقابه، شنو الهدرمان؟ مليارات صرفتوها خلصوها على رصيف، على رصيف، فوقها يقول شركات رصينه، شركات رصينه، يوميا جايبينكم عمال، يوميا هذول عمال جدد، جابوهم يقول لك قاعد صلح هذول الشركه هاي اشتغلت قبله. هاي شوف هاي شارع سومر واتمنى تطلع لجنه تحقيقيه على شارع سومر وش خلينا نشوفه. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الى محافظه النجف حيث سلط احد الناشطين الضوء على الفشل الحكومي في انجاز مشروع احد الطرق الحيويه في قضاء العباسيه، حيث تم تقليص مساحه الشارع واعطاء مساحه كبيره للرصيف بذريعه وجود كيبل كهربائي. وانتقد الناشط العجز الحكومي عن إيجاد الحلول العملية لمثل هكذا إشكاليات، مؤكدا أن الطريق سيتسبب بزيادة الاختناقات المرورية بدلا أن يكون حلا لها. دعونا نشاهد. كان مو يوم العلم هذا الشارع، نريد نوسعه ونريد نعرضه، راح تطلع حجتكم تقولون أكو كيبل هنا موجود، هذا الكيبل ما نقدر نتلاعب به، والله وقف الشغل كله واجيب مدير الكهرباء وأضيفاً على الكشف مالته اعلمود أكمل الشغل مالتي. مقتنعين هذا الرصيف، مقتنعين عرض الرصيف بقد عرض الشارع على كيبل مال كهرباء. شارع حيوي بي 5 دوائر، مركز شرطة ومكافحة وبي استخبارات وبي بلدية وبي مصرف وبي مدرسة، هذا عرضه؟ والله هذا الازدحام اللي راح يصير بهذا الشارع ما صاير ولا داير. راح تقولوا لي كهرباء موجود، عمي اغير مسار الكهرباء، اوقف عمل. اقول لكم شغله همين، خلي ازيدكم من الشعر بيت، هذا الشارع اللي هو ممتد من بدايه مركز شرطه العباسيه الحسينه ثلج عفر راح يصير بيتوقف. اذكروها من عندي، راح يصير بيتوقف هذا المشروع. شارع دربونه صار، هذا الشارع صار دربونه، كان كبير زغروه صار دربونه. والله ايش كهرباء موجوده؟ عمي اكو حلول، انت دوله عندك حلول. كل النواب اجوا لهنا وشافوا بعينهم اي وصاروا تدللوا وراح وماكو فايده، شنو ما تعرف وين الفيلم وين العله، والله تحرق القلب. بس من تباوع شارع هاكبره دربونه ب5 دوائر دوله، بدال ما ينزل من جسر العباسيه ويطلع عليه يصير حولي على مود نفرغ ونقلل من الازدحام مال العباسيه، تزغر لهذا الشارع انت؟ شلون مقتنعين؟ ما ادري والله. والقرآن كلها حرق قلب هاي المشاريع اللي قاعد تصير بالعباسية. نعرض لحضراتكم الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات بشأن هذه المقاطع. علي يقول ليش استعجال وحكم، ليش الاستعجال والحكم على عملهم؟ راح يسوون رصيف ويكملونه ويتم تبليطه ويكملون الشارع، ورا شهر راح يتفلش ويتعالج بمشروع آخر وتكلفة جديدة ومقاولة جديدة. نصير يقول معقولة؟ وين المهندس المشرف على العمل؟ عودة يقول المفروض الجهة المستفيدة ترفض العمل. وأحمد يقول مشاريع العباسية عبارة عن مهزلة، وين الدور الرقابي للنواب اللي خابصينه؟ وين كوادرهم اللي ما يشوفون هاي المهازل؟ نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكو حادثه بال84 صارت. نعم. مره احد رئيس الدوله الطاغي ذاك مر في الرمادي لقى قريه فيها 30 بيت من 40 بيت ما حدا كهرباء. نعم. جزء لقى له بيتين مسحوبتين 50 عمود كهرباء والمحوله. قال لهم ليش هذا بيت مساحبين له كهرباء؟ نعم. وهاي قريه 30 بيت فيها ما مساحبين له كهرباء.
قال لا هذا قرايب المحافظ. طيب. قالوا مو ذول مو عراقيين. قالوا لهم التكلفة مال الكهرباء يتحملها المحافظ كلها، باع بيته باع سيارته وفصل الدولة. نعم. الساعة عندنا موجودة أحياء كاملة محولة واحدة. وبيوت. طيب مو على اساس ذول اللي جوي بعد 2003 دا يريدون يعني يعالجون المشاكل اللي كان دا يعيش بها العراقيين بزمن الطاغيه مثل ما يسموه. طيب يلا وينكم؟ ليش ما عالجتوا هالمشاكل؟ والله ذول فوق الجرح حطوا ملح. الله شاهد عليه فوق الجرح حطوا ملح. نعم. وهاي جزاتهم عافونا بال91 وشردوا. هم دولة مع المقاومة اللي علمك هم مع المقاومة دولة مع يبوقون مع المدارس مع المقاولات مع المدارس مع الجسورة دولة يبوقونها مو مع المقاومة. شكرا شكرا جزيلا أبو علي من الديوانية. نسمع رأي السيد أبو يحيى من الأنبار. تفضل يا أبو يحيى. أبو يحيى السيد أبو يحيى من الأنبار غير جاهز. طيب مشاهدينا الكرام نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى فقرة أنت ترى. طبعا خدمة أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم عن طريق أرقام محددة. بإمكانكم عن طريق هذه الخدمة إرسال ما لديكم من مقاطع وثقتموها لحالات معينة، مشاكل يعني في الحياة العامة في العراق، مواقف معينة، لحظات رصدتم فيها قضايا تتعلق بالفساد بالجرائم بالانتهاكات غيرها من هذه الأمور. بإمكانكم هذه المقاطع أن ترسلوها لنا عن طريق خدمة أنت ترى، وإن شاء الله نعرضها في حلقاتنا وفي القناة بشكل عام بالوقت المناسب. طبعا جاءنا هذا المقطع لعدد من مواطنين نظموا تظاهرة في محافظة بابل للمطالبة بإقالة المحافظ بسبب سوء الخدمات وانتشار الفساد الإداري والمالي. المحتجون أكدوا أن المحافظة منكوبة والخدمات شبه معدومة فيها وسط صمت الجميع، مطالبين الحكومة بمحاسبة المقصرين وإقالة المحافظ فورا. دعونا نشاهد. الرجل جعل بابل من سيء إلى أسوأ، طالب الشعب البابلي بإقالة المحافظ وسام أصال لأنه مزور، لأنه ضيع الميزانيات، لأنه ضيع مبلغ الأمن الغذائي. وسام أصال إقالته مطلب جماهيري، مطلب جميع أهالي بابل. يعلم بفساد وسام أصال وأنه إنسان مزور قام بتزوير إجازة مرضية له وبدلالة الحكم على الطبيب الذي حرر هذه الإجازة، لكن للأسف استطاع وسام أصلان أن ينقل دعواه إلى محكمة جنح الكرخ في بغداد. لكن نقول أن الأحرار لا يمكن أن يسكتوا ولا يمكن أن يقبلوا أن يحكم بابل المزورون والفاشلون. لذلك كان هو عنوان وقفتنا لهذا اليوم إقالة المزور وسام أصلان الجبوري. كرام نستمع الآن مشاهدينا إلى رأي السيد أبو جعفر من بغداد. تفضل يا أبو جعفر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد سؤال، طبعا إيش وقت تنتهي هذه المعاناة اللي يعيش فيها العراقيين؟ معاناة العراقيين إيش وقت تنتهي؟ أي نعم. والله ما عندي جواب لهذا السؤال. طيب أنت شنو جوابك على هذا السؤال؟ أنا جوابي بأنه معاناة العراقيين لا تنتهي أبدا إلى يوم قيام الساعة، فأن العراقيين وصلوا إلى حد اليأس. العراقيين تغفوا، العراقيين تغفوا ثلاثة أقدام، قسم مستفاد رواتب و يسموهم جماعة شعلية وعلية. نعم. وقسم مغفلين يعبدون الأصنام البشرية. وقسم مدفونين تحت التراب. فلا يوجد حل إلا تدخل الله سبحانه وتعالى ويغير الأمور بيده. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا سيد أبو جعفر.
من بغداد، شكرا للمشاركة. ننتقل المشاهدين الكرام الآن إلى فقرة الهاشتاج. طبعا أبدأ مدونون من مختلف البلدان العربية والإسلامية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عموما وعلى وجه خاص مع سكان قطاع غزة، وذلك من خلال وسم فلسطين قضيتي للتأكيد على أهمية هذه القضية وضرورة دعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، كما نددوا بجرائم الاحتلال الصهيوني مؤكدين أن طوفان الأقصى هو بداية النهاية لهذا الكيان الغاصب. جئناكم ببعض التعليقات على منصة إكس. أوراس يقول: قبل أن تنام تذكر أنه في فلسطين الحبيبة هناك رجال شجعان يقاتلون من أجل شرف الأمة وإعلاء راية الإسلام عاليا. نور تقول: الجميع مع فلسطين الحبيبة، فلسطين تاج على الرأس في قلبي وقلوب الناس، قلوبنا ترعاك بالدعاء يا فلسطين القوية. حسين يقول: يا أيها الصهاينة أعلموا أن عملية طوفان الأقصى هي بداية نهايتكم. وندى تقول أو يقول: لقد جاءتكم فلسطين برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، هذه هي مصنع الرجال والشهداء، اللهم انصرهم على القوم الظالمين وارحم شهداءنا وأسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.